لما دخلنا بقى المعمعة الحقيقية كانت البداية، كانت البداية داخل مجلس الشعب، كانت بداية الصدمات الحقيقية. ما ينفعش شيخ ترمي الكوباية من طرف كده؟ لا مش راضيين يرموا البسكوت. نعم؟ مش راضيين يرموا البسكوت ويرموا الشاي. لا أنا بقى تربية العملية نرمي كل حاجة، حتى رمينا الإخوان يقولوا علينا إخوان وعملاء. بسم الله نبدأ عملنا ولا نكمل البسكوت والشاي؟ الشيخ الألباني يقول إذا جاء الدرس بطل الدرس. تك تك تك. الشيخ الشنقيط يقول إذا جاء الهرس بطل الدرس. تيجي ده يروح ده. أنا عاوزكم تشربوا هدوء وتاكلوا وأنتم مرتاحين وتسبحوا وتحوقلوا وتحسبلوا كمان. فعلا بدأت الصدمات اللي احنا ما كناش متوقعينها. أول حاجة في موضوع التحالف الديمقراطي، كان في اتفاق ان احنا نتحالف مع بعض كاحزاب اسلاميه، فوجئنا بالتحالف الوطني الديمقراطي، التحالف اللي دخل فيه حزب الاصاله وحزب الفضيله وحزب البناء، وبعد كده خرجوا بسبب النسبه، بسبب النسبه اللي كانت موجوده اللي خدوها، وجم دخلوا عندنا وحطناهم على القوائم. احنا راجع عندنا على القوائم بتاعتنا اخونا ممدوح اسماعيل، الدكتور محمد الصغير، الدكتور علي ونيس، ما كل دول حزب اصاله وبناء وتنميه، كلهم ناجحين على القوائم بتاعتنا، والاخوه بتوعنا هم اللي كانوا بيتحركوا. ده كان بدايه الموضوع، وان احنا قلنا لهم مش اللي الشيخ كان بيقول لكم صمت، لا يمكن القاعده الشرعيه تتبدل، اذا جاء الهرس بطل الدرس. فكان الاتفاق ان احنا نبقى مع بعض، لان هم مدخلين، هم دخلوا مين؟ دخلوا جابر الانقاذ كلها، الاستاذ امين اسكندر نجا على قوائمهم، الدكتور وحيد عبد المجيد نجا على قوائمهم، الوزير الان اللي موجود كمال ابو عيطه وزير القوى العامله نجا على قوائمهم، حزب الكرامه، حزب الكرامه محمد سامي وحمدين صبحي، كل ده كان على القوائم بتاعته. اللي هو يرجع يقول لك اصل انت ما اعرفش عملت ايه، ده انت اللي اعلنت التحالف، احنا ارتقينا ان احنا نبقى لوحدنا حتى لو ما خدناش نسبه، لكن لازم نحافظ على المبادئ بتاعتنا. فحصل ان الاخوه التانيين دول خرجوا وجم دخلوا معانا في التحالف بتاعنا. ده كان بدايه المواقف. وانا اذكر لكم موقف غريب هنا، رحت زياره مع الشيخ سعيد عبد العظيم لمقر